تشيليز. تشيليز هو واحد لو ريستوران امريكان اللي جا في انفا وبالضبط في نيميرو 15 بولفار عبد الكريم الخطابي. تشيليز سي اون فرانشيز امريكان واللي حلا من غير في تكساس، حلا في الكويت وفي تونس، حلا اوسي في مدينه الدار البيضاء. تشيليز واللي كما كتشوفوا معنا في لا فيديو تنجيو ليه بلوزيغ فوا و لا ديكوراسيون فيه سامبل وزوينه. غنبداو باول طبق خديناه هاد النهار واللي هي لا سالاد. لا سالاد كيساديه اكسبلوزيون كما كتشوفوا كانت لذيذه بزاف، فيها الخس، لي مايس، البولي غريي، الفرماج، دي مورسو دو تورتيا كو فو فوايي تو سويت لي غادي ندوق باش نوريكم على الانتيريور كان فيه الفرماج. واحسن حاجه كان في هاد لا سالاد هما دوك لي شيبس اللي كيبان لكم واللي كيعطي واحد النكهه كروستيانت لهاد لا سالاد. لا سالاد كيساديا اكسبلوزيون كاينه في دو تاي، لا تاي بوتيت و لا غران تاي، وكاين بلوزيغ اوتر سالاد اللي غتشوفوهم في المنيو في الاخر ديال هاد لا فيديو. اول طبق غنوريه لكم هو لو تشيكن بوريتو. لو تشيكن بوريتو واللي فيه هاد لاصوص لذيذه ديال هاني تشيبوتي شويه حاره. لو تشيكن بوريتو اللي بيان سور فيه لو بولي، لو ري و لي فرماج. وندوزو نشوفو الطبق الاخر. الطبق هو كريسبي تشيكن كريسبر. هاد الطبق اللي فيه دي مورسو دو بولي كريسبي افيك لي مايس و لي فريت و اكومباني بلا صوص دو فوتر شوا. وندوزو نشوفو الطبق الاخر. الطبق اللي خدينا اليوم سي لي فاخيتا ولا تريو دو فاخيتا. حنا خديناه بالبوف كروفيت اي بولي. يمكن لكم تاخدوه كلو بوف ولا كلو بولي ولا كلو كروفيت ولا تميلونجيو اونتر دو من هاد لي زانغريديون. هاد لي فاخيتا كيكونوا اكومباني بلو ري و لي زاريكو نوار. الطبق الاخر اللي خدينا سي لي كريسبي تشيكن تاكوس. سي 3 تاكوس عامرين بالبولي كروسيون و اكومباني بلي زونيون رينغز ولا البصلة مقلية. يمكن لكم اوليو ديال بولي كريسبي تاخدو لي كروفيت كريسبي بحال اللي خدينا دابا لي تاكوس بلي كروفيت كريسبي. ويمكن لكم هاد لي تاكوس نيت تاخدوهم جوست بلو بولي ولا بالبوف. وندوزو نشوفو الطبق الاخر. الطبق اللي كتشوفو معنا دابا سي لي بونيليس تشيكن كريسبي. سي دي مورسو دو بولي كروستيون كاراميليزي بتخوا صوص ديفيرونت. لا صوص باربيكيو، لا صوص هاني تشيبوتي اللي كتكون شويه حاره، و بيان لا ثوازيام صوص اللي هي لا صوص بوفالو واللي كتكون شويه حامضه. هاد الطبق هو واحد من احسن الاطباق اللي عند تشيليز و تناخدو اشاك فوا نمشي لعندو. كيكون اكومباني بديك لا صوص بلونش اللي او ميليو ديال الطبق. بونيليس تشيكن كريسبي لذيذ بزاف ونصحكم اون فوا تمشيو لتشيليز تاخدو هاد الطبق وتجربوه. ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير شنو هو احسن طبق بالنسبه لكم عند تشيليز. وما تنساوش بقاو معنا حتى لافان لا فيديو باش تشوفوا الاثمنه ديال كل طبق خدينا اليوم وتشوفوا لا كارت منو ديتايي ديال تشيليز افيك كاع الاطباق ديالهم والاثمنه ديال كل طبق. ندوزو نشوفو الطبق الاخر. الطبق اللي خدينا وتاني هو سانتا في كيساديا. سانتا في كيساديا اللي عامره بالبولي ويمكن لكم تاخدو نفس الطبق هو عامر بالبوف وسميتو بيكون رانش كيساديا. وهاد لو بلا اكومباني بلا صوص فرماج. في نظركم شحال هي الاثمنه ديال كل طبق خدينا اليوم؟ خليكم معنا حتى لافان د لا فيديو
باش تشوفوا لا كارت منيو ديال تشيليز وتعرفوا الأسمنة ديال كل الأطباق اللي خدينا هذا النهار. ندوزو نشوفوا الطبق الآخر اللي خدينا. خدينا لا فاخيتا او كروفيت. لا فاخيتا او كروفيت اللي يمكن لكم تاخدوها نورمال افيك جوست الفلفلة البصلة وتيكون معها دي زاكومبانيمون الفروماج لا صوص غواكامول فوالا اللي كتشوفوا دابا ولا صوص بالفروماج والماتيشا. كيمكن لكم في اوت لي كروفيت تاخذوا لو بوف ولا البولي ولا تميلونجيو اونتر جوج من هاد لي زانغريديون. الفاخيتا كروفيت يمكن لكم تاخذوا معها دي سوبليمون تزيدوا عليها سوا دي شامبينيون سوتي ولا دو فروماج فوندو ولا زيدو الكومبليمون ديال لو ري اي لي زاريكو نوار. فوالا كيما كتشوفوا في هاد الفيديو الفاخيتا اللي خدينا هاد الظهر كان فيها لي شامبينيون و الفروماج فوندو من الفوق. نوريكم ان ابيرسو ديال لي بلا اللي كاينين عند تشيليز. كتشوفوا لا بيل كيساديا اكسبلوزيون اللي كانت وحده من لي سالاد لي بلو بون عند تشيليز. لي تشيبس اند سالسا. لي ناتشوس بولي اللي تا هما لذيذين. كتشوفوا سانتا في كيساديا بلو بولي و لو بلا ديال لو بوف بلي كروفيت و المايس تا هو كان لذيذ. هاد لو بلا سي لو فيلي دو بوف اكومباني بالبروكولي و لا بوري لو كريسبي تشيكن كريسبر اللي شفتيو معنا في الفيديو. و هادا سي لو تاكوس لو تشيكن تاكوس اللي خدينا و اللي كان لذيذ. تشيكن تاكوس اللي فيه لو ري كيما كتشوفو معنا في لا فوتو. كاين aussi plusieurs burgers and chilies. هذا سي لو اول تايم برجر واللي كان لذيذ بزاف. لي كريسبي كروفيت تاكوس اللي خدينا يا اما بلي كروفيت يا اما بلي تشيكن وكانوا لذيذين. لي تاكوس يمكن لكم تاخذوهم aussi بالبوف. لي فاخيتاس او كروفيت اللي وحدين من احسن لي بلا عند تشيليز. لي فاخيتاس اللي يمكن لكم تاخذوهم بالكروفيت بالبولي ولا بالبوف ويمكن لكم تزيدوا عليهم لي سوبليمون ديال الشامبينيون والفرماج فوندو كما كتشوفوا في هاد لا فوتو. اي لو ميور بور لا فان لي بونيلس تشيكن واللي كانوا واعرين بزاف سورتو بلا صوص هاني تشيبوتي ولا بلا صوص باربيكيو. ويمكن لي نقول لكم ان هاد لو بلا بونيلس تشيكن هو احسن طبق عند تشيليز. تشيليز دايره كونفونسيون مع لا سوسيتي جينيرال ولا خلصتيو بلا كارت ديالكم لا سوسيتي جينيرال عندكم ناقص 15% على اي طبق كليتيوه. كتشوفوا معنا دابا لا كارت منو ديتايي ديال تشيليز افيك كاع لي بلا اللي خدينا هاد النهار و كاع لي بلا ديالهم والأسمنة ديال كل طبق. ما تنساوش كتبوا لي في الكومنتار شنو هو احسن طبق بالنسبه لكم عند تشيليز. وما تنساوش بيان سور تابوناو لاشين ديالي وتفعلوا الجرس وتكليكوا على جيم كوم سا يوصلوكم كاع لي ريستوران اللي كاينين في الدار البيضاء واحسن الاطباق ديالهم وتعرفوا بالنسبه لي شنو هو احسن طبق كان في داك الريستوران و aussi تعرفوا لا كارت منيو الاسمنه ديال الاطباق ديالهم. نتمنى الفيديو ديالنا هاد النهار يكون عجبكم ونتلاقاو نهار اخر مع فيديو واحد اخر وغيستوران واحد اخر والى اللقاء.